أعلنت الحكومة عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويبلغ طول مونوريل شرق النيل الجاري العمل به 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة، بما يعني ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً. مشروعنا اللي هو مشروع المونوريل هو عبارة عن وسيلة جر كهربائي. حريك المونوريل بتاعنا اللي هو مونوريل شرق النيل هو بيمتد بطول 56 كيلو، بيتكون من 22 محطة، بداية من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس، وبيمر بعدد من المحطات في مدينة نصر، قطاع مدينة نصر، بعد كده بينتقل للقاهرة الجديدة من خلال محور المشير، بعد كده بينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة. المحطات بتاعتنا كانت الأماكن بتاعتها كانت اتحددت بناء على دراسات نقل اللي وجدت إن دي أفضل أماكن اللي هيكون فيها يا إما تكدس أو احتياج حالي يا إما مستقبلي طبقا لدراسات النقل، وبالتالي تم تحديد المواقع بتاعتها. قبل عملية التنفيذ طبعا في كذا مرحلة لحد ما بنوصل لان احنا نبدأ ناخد اللوحة وننفذها على ارض الواقع. اولا طبعا مرحلة التخطيط، بعدها دي طبعا اللي هي بترسم الاطار العام للمشروع، بعد كده بنبدأ في مرحلة التصميم. مرحلة التصميم بيكون فيها استخراج اللوحات التصميمية، وبناخد في الاعتبار طبعا معاملات الامان، الاكواد العالمية، مواصفات المشروع. بعد كده بعد ما بنخلص مرحلة التصميم تبدأ مرحلة المراجعة للتصميم من خلال المكتب الاستشاري وللهيئة القومية. دلوقتي احنا في محطة واحد، محطة الاستاد، هي طبعا محطة تبادلية مع الخط الثالث. هي أول محطة في مونوريل شرق النيل. احنا زي ما هاتكم شايفين هي المحطة يعتبر دلوقتي من المحطات اللي ظهرت من الأرض. احنا خلاص جزء الردم الخاص بها وطلعنا بالعمدان، ودلوقتي احنا في مخدات الأعمدة.